طبق الميكرويف لازم يلف اثناء التشغيل علشان السخونه او الحراره توصل لكل جزء من موجود من الطبق من جميع الجهات. فلما بيلفش طبعا ده هيكون السوى من جنب واحد. فعلشان نشوف الحل خلي بالنا من العجل ده. العجل ده لو مكسور او فيه مانع لازم نتاكد ان هو شغال مش مكسور ومفيش اي دهون بتمنعه، يعني الحركه تبقى كويسه لان الدهون بتمنع الحركه بتاعته خصوصا الموتور بتاعه صغير ضعيف. تاني حاجه زي ما احنا شايفين هنا مربع، كمان هنا مربع يكون ده مش مكسور او مدور او وسع اكتر من اللازم فبيسبب ان هو بيلف على الفاضي، يعني دي بتلف الموتور لما بيشتغل بيلف و الصحن او الطبق ما بيلفش معاه. طيب كل حاجه تمام، اتاكدنا من كل حاجه تمام. ممكن نجرب برده من غير حاطين الطبق نتاكد ان دي بتلف ولا لا. لازم ده يلف لان ده لو مش بيلف يبقى المشكله في الموتور بتاع الدوران دوت. الموتور دوت ازاي نقدر نغيره او نقدر نفحصه؟ بنيجي عند طبعا الموتور تحت هنا، فبنيجي تحت الميكرويف نقلبه في جزء هنا متبرشم ممكن نشيله علشان يظهر معانا الموتور وممكن نفك المسامير ونشيل الجزء ده بالكامل. احنا هنشيل الجزء ده بالكامل علشان نقدر نشوفه. بعد ما فكينا المسامير طبعا احنا قلنا في طريقه ان هو يتعمل كده لكن احنا عايزين نبقى نوضح. نشيل الجزء ده اهو الجزء ده الموتور اللي بيلف الطبق. نتأكد من توصيلات، ممكن يكون سلك مفكوك من مكانه او متشال، ممكن يكون محتاج متركب بس. واحنا عايزين نتأكد طبعا قبل ما نغيره او نجيب زيه ان هو شغال. قبل ما نشغله بنتأكد من حاجة، شايفين من 220 ل 240 فولت، يعني ممكن نجيب سلكين كهرباء، نشيل السلكين دولت ونجيب سلكين كهرباء ونشوفه هيلف معانا ولا لا. طبعا هو ليه مسمار واحد بيتشال منه والجزء الثاني اللي بيركب عليه. فنجيب سلكين الكهرباء ونتاكد ونشوفه شغال ولا لا مباشره فيشه بسلكين ونتاكد ان شغال ولا لا. شغال معانا يبقى مشكله في زي ما قلنا الطبق او مشكله في اي حاجه ثانيه او التوصيلات بتاعته او الكارته. لو مش شغال معانا يبقى بنغير الجزء دوت وبتتحل المشكله. ازاي بيتفك؟ بنفك المسمار دوت فكناه والجزء الثاني بيبقى راكب كبس من غير مسمار ونشيله كده. ادي الموتور نجربه مباشر بطرفين كهرباء، لو بايظ نغيره. طبعا لازم يكون نفس المقاس. وادي الجزء البلاستيك اللي بيركب عليه، نتاكد برضو ان الجزء البلاستيك مش مفوت اهو. ده جزء البلاستيك مش مفوت مش واسع يعني خلاص شغال. ده مش شغال نغيره. شغال وكل حاجه تمام يبقى مشكله في الكارته مش موصله له كهرباء او السلوك بتاعه.